السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نكتشفوا بلادنا، البرنامج اللي من خلاله كنسافروا في المغرب الحبيب ديالنا. في كل حلقة كنكتشفوا وجهات سياحية زوينة، وفي كل حلقة كنكتشفوا بلايص جداد في المغرب. المغرب ديالنا متنوع وفيه بزاف ما يتشاف. هذه الليلة حلقة خاصة لأنه حاضرين معنا النجوم تبارك الله عليهم، ما شاء الله أصوات طربية، يا سلام صوت ينسيك في صوت. ما غاديش نعطلكم ونتمنى انكم واخدين بلايصكم، وانتم ممكن انكم تشاركوا معنا في هذه الحلقه وتختبروا المعلومات ديالكم على المغرب ديالنا. واستقبلوا الان الفريق الاول اللي كيتكون من ايمان قرقيبو، مراد بوريقي، عصام سرحان. اهلا ايمان، مرحبا بك. مراد مرحبا، عصام مرحبا. هذا هو الفريق الاول مشاهدينا في الحلقه ديال اليوم ديال نكتشفوا بلادنا. الفريق الثاني كيتكون من تحت صفيقاتكم رباب نجد، ياسين الشهب، محسن صلاح الدين. اهلا رباب، مرحبا بك. صافا كلشي بخير؟ ياسين مرحبا. محسن مرحبا بك، تفضلوا. حلقه جديده مشاهدينا في نكتشفوا بلادنا، فرحان بزاف باش نستقبل الضيوف ديالي اليوم. شكرا لكم على تلبيه الدعوه ديال البرنامج، ونتمنى تكونوا شحال ما سافرتوش. فين تسافرتوا زعما هاد الايام؟ تسافرتوا ولا شحال ما سافرتوش؟ حنا اللي كنتمناو نكونوا شحال ما سافرنا، ديما مسافرين. كنتمناو نكونوا شحال ما سافرنا، لا قلتها لكم لانه اليوم هاد الليله غادي نسافروا جميع من خلال بزاف ديال الاسئله اللي غنشوفوهم في البرنامج، وهي فرصه باش غادي نكتشفوا وجهات سياحيه في البرنامج ونشوفكم فين كتسافروا، واش البلايص اللي كيعجبوكم. مثلا انا خديت ياسين دابا قبل ما نبداو، فين تيعجبك تسافر في المغرب؟ البلاصه اللي قلت لك دابا هز باليزتك وسير، فين تمشي؟ مراكش. بلا تفكير. بلا تفكير. مراكش. رباب. انا كيعجبني الشمال. الشمال، شنو البلاصه؟ شاون كتعجبني بزاف. شاون، يا سلام. كيعجبني المناظر ديال هذاك المعيز مع ذوك العيالات. المعيز. الطريق. داك الشيء زوين. واش المعيز ولا المعيز؟ المعيز. المعيز. جمع معيز. محسن. كناس والنواحي. بلا تفكير. بلا تفكير. علاش؟ شنو اللي كيجذبك في مكناس؟ مكناس روح مكناس، روح ديال هذيك المدينه، وروح النواحي ديالها كذلك. العاصمه الاسماعيليه. العاصمه الاسماعيليه اكيد، وحتى المنطقه سايس كلها زوينه، ولكن هذيك المنطقه بالضبط مكناس والنواحي ديالها، المدن الصغرى والقرى اللي كتحيط بها، كل بلاصه عندها واحد الميزه كتميزها. يا سلام. اللي كتخليني انا كنرتاح. يا سلام. مراد فين تهز باليزتك وتمشي دابا بالزربه؟ نتلاقى مع ياسين في مراكش. غادي باليزه وحده بان ليا. نتلاقى انا وياك ياك. لا تكلوطيل لا تكسبيد. ايمان فين تبغي تمشي؟ شو ما الا مشيتوا لمراكش مشيو لوطيل، خصكم تمشيو للرياض. ماشي تحسوا بها. يا سلام. سافر. فعلا. ايمان. انا كيعجبني مير اللفت في المنطقه كلها، بما انني من الاطلس فكيعجبني ذاك الشيء اكزوتيك والبحار وذاك مع الجبال. يا سلام. فعلا منطقه مير اللفت منطقه واعره ومزيانه للراحه. صحيح. عصام فين تمشي؟ قربت شويه لايمان نتلاقى واحد. انا صراحه بلا بدون تفكير كنختار دائما افران. افران المدينه اللي كنحماق عليها بزاف، نمشي لها في الصيف ولا في ولا في الشتاء. يا سلام. يا سلام. جميله بزاف، وكيف ما قال ابراهيم العالمي الله يرحمه، محلى افران محلى جمال. يا سلام. ومحلى الضيوف ديالي ومحلى جمالهم. غادي نبداو الحلقه ديالنا بالفقره الاولى، غادي نشرح لكم قانون المسابقه. غادي نطرح عليكم اسئله ما تجاوبوش حتى نعطيكم توب ديبار، عندكم 20 ثانيه باش تجاوبوا، ولا رديتوا البال عندكم طابليت وحده لكل واحد، كل فريق، بالتالي انتم فريق غادي تواجهوا هذا الفريق في الاخر. غنشوفوا شكون هو الفريق اللي غيفوز بهذه الحلقه. مفاجآت كثيره في هذه الحلقه، تحديات غادي يعيشوهم النجوم ديالنا، غادي نشوفوا كيفاش غيتعاملوا معاهم. يلا غادي نبداو باول سؤال. اول سؤال ما غنشوفوش فيه صور، غادي نسمعوا المقطع صوتي، وغادي نطلب منكم باش تعرفوا اشمن لون موسيقي سميت هذا اللون الموسيقي اللي غنسمعوا. 3 2 1 نستمعوا. سؤال سهل جدا، سمعتوا مزيان وانا ما عنديش شك بانه غتعطيوني الجواب صحيح. يلا 3 2 1 ينطلق العداد، ممكن انكم تبداو وتعطيوني الاجابه ديالكم. والاختيارات اللي كاينين، واش هذا المقطع هو الطرب الغرناطي، الملحون، العيطة، ولا الطقطوقة؟ أربعة الاختيارات. الاختيار الأول، واش هذا المقطع هو الطرب الغرناطي، واش الملحون، واش فن العيطة، ولا الطقطوقة؟ انتهى العداد،
غادي نشوف الاجوبه. وكيف ما قلت لكم ما كانش عندي الشك بانه غتعطيوني الجواب صحيح، وبرافو عليكم بجوجكم عندكم الجواب صحيح. واللون الموسيقي هو الطرب الغرناطي. الطرب الغرناطي هو فن اندلسي عريق ظهر في غرناطه قرطبه واشبيليه وجا المغرب مع المهاجرين اللي جاوا من الاندلس خاصه الموريسكيين اللي استقروا في الرباط، ومن بعد تعرفت به وجده كموطن لهذا اللون الموسيقي الاصيل. اليوم مدينه وجده كتحتضن العديد من فرق الطرب الغرناطي، وتاسس فيها مركز للدراسات والبحوث الغرناطيه في دار السبتي اللي كيتمن وكيدرس هذا الفن، بالاضافه لمهرجان وجده للطرب الغرناطي اللي كيتنظم كل سنه. يا سلام. دابا انا غادي نكون طماع هذه الليله، هذه بغيت نسمع شي غرناطي. غنديروه كاملين. يلا. يا قلبي خلي الحال يمشي على حالو، اترك جميع الاقوال وصغاري ما قالوا، امهل ولا تتعجل واللي صبروا نالوا، ياتي الفرج ميلا العبد من مولاه، الحزن والسلوان الله الله كلهم في يد الله، اصبر على المحال حتى يفرج الله. يا سلام. حلقة غادا تدوز من غماد الليلة هذه، تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة، شكرا لكم. غادي نمشيو للسؤال الثاني. الصور اللي كنشاهدو كتبين واحد من الاحتفالات والاستعراضات الفريدة من نوعها في بلادنا. السؤال كيقول اشنو سميت هذا الاحتفال؟ أربعة الاختيارات، واش الاختيار الأول موكب الشموع، الاختيار الثاني أسبوع الفرس، الاختيار الثالث موكب حمادشة، ولا موسم مولدري الزرهون. ثلاثة جوج واحد، ينطلق العداد. موكب الشموع، أسبوع الفرس، موكب حمادشة، ولا موسم مولدري الزرهون. سؤال تنظنته هو سهل، والدليل أنكم جاوبتوا بالزربة، ما تعطلتوش في الإجابة. اختيارات مساعدة مراد ياك. برافو عليكم بجوجكم عندكم الجواب الصحيح، والجواب الصحيح مشاهدينا هو موكب الشموع. موكب الشموع. شكون اللي فايت ليه حضر لهذا الموكب ولا عارف عليه شي حاجه؟ محسن فين تيتقام؟ في مدينه سلا. في مدينه سلا. برافو. هو تقليد قديم في مدينه سلا، دابوا عليه السلاويين واخترعوا هذا، هو احتفال بمولد النبوي. مولد النبوي ماشي كشاقل. وسيفغي هو تقليد قديم، ولكن واش عرفتي أول سنة تنظم فيها تقريبا؟ لا ما عنديش بالضبط. قديم تنظم سنة 986 هجرية. المعلومة هي أنه موكب الشموع عنده واحد القصة واعرة بزاف، ارتبطت بالطفولة ديال السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي اللي حضر لواحد الاستعراض بحال هذا الشكل تقريبا في إسطنبول في تركيا، وشافوا وعجبوا وخذا قرار مع راسه وقال ملي غادي نولي سلطان غندير بحاله في المغرب، ودار هاد الموسم هذا وهذا الموكب ديال الشموع. اليوم الموكب كيتنظم في مدينه سلا في ذكرى المولد النبوي الشريف، وكيبدا من بعد صلاه العصر يوم 11 ربيع الاول من دار صانع الشموع في السوق الكبير حتى لدار الشرفاء، مرورا باهم شوارع المدينه في اجواء ديال الفرح والاحتفال اللي كتستمر اسبوع كامل. اسبوع كامل وهذا الموكب وسلاويين ناشطين في سلا. شكون اللي باغي يمشي لسلا بعدا؟ مشي لهاد الديما اكيد مدينه اخباركم سلا فيها بزاف ديال المونيمون، بزاف ديال المآثر التاريخيه اللي ممكن انهم تشوفوهم، منهم برج الدموع فيهم بزاف. الا مشيتوا لسلا ما يمكنش ما توقفوش قدام اسوارها والابواب العريقه ديالها، بحال باب المريصه مثلا اللي منه تقدروا تمشيوا للجامع الكبير اللي بناه جزء كبير منه الموحدين، واللي كيتعتبر ثاني اقدم جامع في المغرب من بعد جامع القرويين. سلام. مدينه سلا مدينه جميله، زوروها. مدينه عريقه وجميله. يلا غادي نمشيو الآن للسؤال الموالي. السؤال الموالي باعتماد الصور اللي كنشاهدوا، الصور كيظهر نوع من أشهر الحلويات في وحدة من مناطق المغرب. السؤال سهل، شنو سميت هذه الحلوة؟ واش
الاختيار الاول قريوش، الاختيار الثاني تقنته، الاختيار الثالث مقروط، ولا الاختيار الرابع محنشه. 3 2 1 ينطلق العداد. سؤال سهل جدا. الحمد لله ديال البنات. انتهى العداد. الحمد لله الكوزينه ديال البنات. ماشي بالضروره. نحملوا المسؤوليه. نحملوا المسؤوليه. ايمان هي اللي جاوبت على السؤال الاشاره. البريقي راه دابا ولات المسؤوليه الكوزينه ديال الرجال. اكزاكت. صح. لا انت لا. تايا ندير لها الميزاجور. الكوزينه نتايا. ندير لها الميزاجور مع ميلادي. مع ميلادي. لو بلو غران شيف في العالم سي دي زوم. فعلا. فعلا. يلا وصلوني الاجوبه ديالكم، راكم غاديين مزيان تبارك الله حتى لدابا. وحتى هذا جواب صحيح عندكم، برافو عليكم. والجواب الصحيح هو مقروط. المقروط هو حلوى تميزوا بتحضيرها وجاده من زمان، وكيحضروه في المناسبات خاصه في رمضان. كيتكون من السميد التمر والعسل، مقادير بسيطه كيخرجوا منها الوجاده. حلوى لذيذه بالاضافه لحلويات اخرى بحال الكعك الوجدي وتقنته باللوز. تقنته باللوز. فين دقتيها بوريقي؟ ديال وجده، الكعك ديال وجده، حيت حنا دابا عندكم الكعك في اسفي. اسفي وجده هما اللي معروفين في المغرب بالكعك. الكعك ديال اسفي. انا ما كانش كيحسب لي بانه وجده فيها الكعك. سي سي كاينه، كاين فيها الكعك. انا واكل الكعك. بحال ديال اسفي ولا مختلف؟ لا مختلف، مختلف لا في الطريقه ديال التحضير. التحضير. الف حتى في الزواق. الا شتي غير من الشوفه غتعرف هذا الكعك ديال اسفي وهذا ديال وجده. ايوا انت تتفهم من داك الشيء الرفيع في الكوزينه. ايوا صافي. طيب علاش عرفتو؟ باسكو انا كيعجبوني الحلويات المغربيه القديمه اللي ما فيهاش تعديل. مثلا الكعبه كتعجبني كيف ما كانت. الفقاس كيف ما كان، ما كيعجبنيش داك الشيء الجديد. ماشي داك الشيء اللي دابا ولا غوفيزيتي شي شويه وتيدخلوا فيه شي حوايج اخرين. شنو كيعجبك يا رباب؟ حلوى التمر، وكتعجبني حتى الكعك ديال اسفي بحال الدمليج. صافي المره الجايه كوني هاني. وراه عندي واحد الجدور من تما. مرحبا. فعلا. فعلا. تمشي لاسفي وتاخذ الكعك في السطل. مرحبا بكم. فعلا. الله يحفظك السي مراد. بارك الله فيك. نمشيو للسؤال الموالي. دائما باعتماد على الصور فين كنشاهدوا منظر طبيعي كيتميز بواحد الخصوصيه. السؤال شنو هي الخصوصيه اللي كاينه في هذا المنظر؟ واش مغارات كريستاليه؟ مخازن جماعيه؟ أماكن ديال تربية النحل ولا سجون؟ 3 2 1 ينطلق العداد. الصور اللي كنشاهدوا كتميز واحد الخصوصية، واش مغارات كريستالية، مخازن جماعية، أماكن كيربيو فيها النحل ولا سجون؟ انتهى العداد وغادي نشوف الأجوبة ديال الفريقين بجوج، والفريقين بجوج عندهم الجواب خطأ. أول جواب خطأ في هذه الحلقة. الفريق الأول قلتوا مغارات كريستالية، والفريق الثاني قلتوا سجون. الجواب الصحيح مشاهدينا هو مخازن جماعية. وهذه فرصة أننا نستفدوا. هي مخازن منطقة أوجكال اللي كتواجد بجماعة بوتفردة بإقليم بني ملال. مخازن جماعيه صايبوها الامازيغ في مكان صعيب توصل ليه باش يحميو داكشي ديالهم. كانوا كيخبيو فيها المحاصيل والممتلكات ديالهم منذ قرون. كتواجد على مرتفع صخري عالي بزاف كيطل على علو واد العطاش. كانوا كيسميوها المطامر المعلقه، وبالامازيغيه تيحونا اوجكال. تيحونا اوجكال. واحد القضيه بغيت نزيد واحد المعلومه. انا شفت ربما وقيلا اغلبنا شاف واحد النوع اخر من المخازن الجماعيه اللي كيتسموا الايكودار. هذوك اللي هما فين صوروا مجموعه فناير نواحي تفرد. هذاك حتى هو الشكل ديالهم. فعلا هو تقليد ديال الامازيغ كاملين. كانوا تيخبيو فيه المونه ديالهم وكاع الحوايج الاغراض الثمينه ديالهم، وكانت صعيبه توصل ليها. ومثلا هاد المخازن اللي هضرنا عليهم تقريبا كتجمع اكثر من 700 غرفه للتخزين. واو. في هاد البلايص هادو كانوا حتى مغارات كيتخبعوا فيها في الحروب. ممكن كانوا كاينين مغارات عميقه في الاطلس كانوا كيتخبعوا فيها. ممكن. شكرا ايمان على هذه المعلومه. غادي نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي هو اخر سؤال في هذه الفقره. من بعد مشاهدينا غادي ندوزوا لفقره المواجهه، فقره اخرى وجديده في هذا الموسم.
هذا السؤال غادي نعتمدوا فيه على الفيديو اللي غادي يبين لنا رقصه من الرقصات الفولكلوريه في بلادنا. نشوفوا ونطرح عليكم السؤال، يلا نشاهدوا. السؤال كيقول شنو سميت هاد الرقصة هادي؟ واش الاختيار الأول أحيدوس، الاختيار الثاني أرشاش، الاختيار الثالث الركبة، أولى أقلال؟ ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد. أحيدوس، أرشاش، الركبة، أولى أقلال. منطقة زاكورة معروفة بزاف بهاد الرقصة هادي، وتما كان كيتنظم مهرجان ديال رقصات الواحات اللي ممكن تشاهدوا فيه هذا النوع كذلك. انتهى العداد، أجوبة أمامي وبرافو عليكم، الجواب عندكم بجوج صحيح. الركبة مشاهدينا هو الجواب الصحيح. رقصة الركبة هي رقص جماعي منتشر في إقليم زاكورة كيف ما قلنا، وكيتعتبر فن بدوي اصيل كيأديوه نساء ورجال اللي كيتزينوا بلباس ابيض تقليدي ومحلي، وكيعتمدوا على التصفيق والطبل لضبط الايقاع. الفرقه كيترأسها الشيخ اللي كيسير الاداء من خلال كلمات التوجيه كيسميوها بالنهيم. كان هذا اخر سؤال في الفقره الاولى، برافو عليكم. كنظن الا مشينا نشوفوا الترتيب غادي نلقاو بانه كاين تعادل ما بين الفريقين، اربعه ديال النقاط مقابل اربعه ديال النقاط. جرت العادة أنه الفريق الخاسر في الفقرة الأولى هو اللي كيكون عنده فرصة باش يدير التحدي باش يتدارك الموقف، ولكن حنا الآن أمام حالة ديال تعادل، فبالتالي النقطة غتكون من نصيب واحد فيهم. غادي نديروا بيلوفاس وغادي نختاروا شكون هو اللي غادي يجي فيه الحظ أنه يقوم بالتحدي ويقدر يفوز بالنقطة باش يولي متزعم للترتيب. يلا أنا غادي نختار وجه العملة، غياخذوا الفريق الأول، وصورة المسجد الحسن الثاني رقم 5 غتاخذوها أنتوما. متفقين؟ كتثقوا فيا ياك؟ بيان. إذا هما اللي جا هما اللي غادي يربحوا تحدي وفرصة أنهم يربحوا نقطة. ماشي مشكل، روح رياضي. يلا عطيوني شكون؟ عطينا بيروفاس مشكل. نقول صلاح وحسين. شكون اللي غادي يمثلكم في التحدي؟ محسن صلاح الدين. علي محسن. يلا محسن. علي. حنا محسن صلاح الدين مشاهدينا هو اللي غادي يمثل الفريق ديالو باش يقوم بهذا التحدي هذا ويقدر يربح نقطه ويوليو متصدرين الترتيب. محسن التحدي سهل سهل جدا. انت منين الاصول؟ انا مسكيني مسكيني من بني مسكين سردي. وكتمشي طبعا كتمشي سردي كتمشي شويه لبني مسكين. كنمشي للبلاد ديالنا شحال ديما مشيت، ولكن فيما كتكون شي فرصه كنحاول انني خيب. يعني تبارك الله عليك مزيان. ولكن الواحد الصغور ديالك كتمشي تقريبا جوج مرات في السنه، يعني انت حافظ بني مسكين؟ حافظ تقريبا المنطقه ديالنا حافظ ورهاب هذا تقريبا 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 شنو فيها بالمنطقه باش كتمتاز ضابط هذه المسائل ضابط الامور. غادي يكون مطلوب منك السي محسن صلاح الدين باش غادي تلعب دور مرشد سياحي وسفير ديال بني مسكين، ولكن ماشي مرشد عادي، مرشد فنان. غادي توصف لنا بني مسكين وغتشهي الجمهور باش يمشي لبني مسكين بالغنى. الله 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 غير تفوه. يعني بني مسكين دابا شوف غادي يطلب منه باش يكون مرشد ملحن كاتب كلمات وسفير صنايع. عندك 40 ثانيه، الجمهور اللي حاضر معنا هو اللي غادي يصوت واش تفوقتي ولا لا، واش قنعتيهم انهم يمشيوا لبني مسكين ولا لا. الا صوتوا عليك بالايجاب بانه ربحتي غادي تربح نقطه وتمكن الفريق ديالك باش يصبح في الصداره. واجد السي محسن؟ واجد. مشاهدينا رحله سعيده مع القائد محسن صلاح الدين لبني مسكين. علي محسن. المهم بزاف منا كيعرفوا منطقه بني مسكين وشنو النشاط الفلاحي اللي كتمتاز به، هو النشاط ديال ولكن محسن بالغناء اخويا الغناء كيفاش تغني؟ اي سيدي خصك تقول لي مثلا بني مسكين زينة. أنا مثلا أنا لا أغني. شوف 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 أنا نعطيكم واحد القضية. كي غندير لها؟ يا وابور أنت غادي بحال غادي في شي قطار. محسن بني مسكين الله 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 الله
مرقد زين. الله ها اللي قلنا بني مسكين في نواحي تسطات اييه وسطات بلادي ايوا الله بني مسكين فيها الصردي واش نقول لكم واش فيها عاوتاني واش فيها الصردي وانا اصلي من بني مسكين وبالضبط نسختنين ندير بني خلود يا سلام يا سلام ايوا ايوا قول لهم يلا وجيو لبني مسكين عباد الله اللي بغى الزين واللي بغى الزين مشي لبني مسكين وبالحق يجي نهار اثنين نهار السوق لا كاينه وحده الاخرى اها انا شدو مسكيني كاع بغى يسطيني يا بنيتي قعد الله يحفظك ابا محسن تبارك الله عليك شكرا غادي نشوفوا واش محسن صلاح الدين ولد بني مسكين تمكن انه يقنع الجمهور مع العلم انه الكرونو والتوقيت سال 40 ثانية سالت الجمهور واش تبغيو تمشيو لبني مسكين يلا مشاهدينا الجمهور الحاضر معنا في البلاطو صوت بالإجابة لمحسن صلاح الدين وبالتالي كيمنحو نقطة وهو بدوره كيمنح الفريق ديالو هذه النقطة وفي الترتيب كيولي الفريق الثاني في المرتبة الأولى بخمسة ديال النقاط والفريق الأول في المرتبة الثانية بأربعة ديال النقاط مشاهدينا جاء الوقت اللي غادي ندوزو فيه الفقرة واحدة أخرى بعد الفاصل مشاهدينا رجعنا معكم وجرى الوقت اللي غادي ندوزو فيه الفقرة الثانية وفقرة المواجهة ولا الفاصفاص اللي غادي يجمع في المرحلة الأولى ما بين مراد البوريقي ومحسن صلاح الدين تفضلوا خذوا الأماكن ديالكم وفي نفس الوقت غادي نشرح قانون المسابقة السرعة مطلوبة في التحدي هذا الأول اللي غادي يضغط على الزر هو اللي غيكون عنده حق الإجابة وخصو يجاوبني بسرعة في مدة ما كتجاوز خمسة ديال الثواني الله أكبر واجدين غادي نعطيكم كل مدينة عندها لقب انا غنعطيكم اللقب وانتم غتقولوا لي اين مدينه مزيان داكوغ الاول اللي غيضغط هو اللي عنده الحق في الاجابه متفقين الاول اللي غادي يربح ثلاثه ديال الاسئله ثلاثه النقط غيربح النقطه الاولى متفقين يلا الا قلت لكم تنقلب على مدينه الزهور محسن صلاح الدين محمديه المحمديه النقطه الاولى لمحسن وإلا قلت لكم كنقلب على عروس الشمال محسن كان هو اللي سريع طنجة أكيد طنجة نقطة ثانية نقطة ثانية مراد بلاتي ها أنت جوج نقاط لمحسن صلاح الدين طنجة هي عروس الشمال وإلا قلت لكم بحر الرمال انتهى الوقت انتهى الوقت ديال الاجابه بالتالي غادي ندوزو ناخذ راحتي خذ راحتك تفضل بحر الرمال داخله هي هي واخا كل ما ضغطتيش كنتي تجاوبني زعما داخله قالوا لي الداخله وهاد الداخله ديالك ما مسلكاش يلاه يلاه تعاودي داخله الجواب خطا بحر الرمال كنقلبوا على مرزوقه مرزوقه بحر الرمال يلا سؤال سهل كنقلب على العاصمه العلميه مراد فاس نقطه لمراد جوج نقاط مقابل نقطه واحده ومراد اتفاق يلا لا الضغط انا قلت لكم كنقلب على مدينه الانوار الرباط برافو عليك الا قلت لكم كنقلب على حاضرة المحيط اسفي الريمونتادا شنو هذا لا خدامه ومن قبيله وكيربح كانت خدامه دابا مشاهدينا الريمونتادا من عند مراد البوريقي في حين كان متفوق محسن صلاح الدين بجوج نقاط مراد يعود من بعيد ويقلب الطاوله ويفوز بثلاث نقاط وبالتالي كيمكن الفريق ديالو باش انه يفوز بالنقطه ديال هذه الجوله هذه برافو مراد تبارك الله عليك برافو محسن حبيبي وغادي ندوزو الان الايمان ضد رباب يلا في المواجهه الثانيه
المواجهه الثانيه مشاهدينا غادي تجمع ما بين ايمان ضد رباب. غادي نشوفوا شكون هي اللي غتوفق فيهم وشكون هي اللي غتحسم هذه الجوله وتمنح الفريق ديالها نقطه. النقطه الاولى ربحها مراد، غنشوفوا النقطه الثانيه لمن غتمشي. هذا التحدي ولا هذه المواجهه هو صراحه بغيت نعاود لكم واحد القصه ديالي، قصتي مع البني. انا كنت كنبني في واحد الدويره على قد الحال، وهذيك الدويره بغيت ندير فيها التمغربيت في كاع التفاصيل ديالها. وفي كل مره كنقلب على شي حاجه مغربيه وبغيتكم تعاونوني في الاختيار. دابا انا بديت كنحفر في الساس، بنيت طلعت هذاك الشيء والسواري وهذا وبنيت، وصلت للزليج. فين تنصحوني ناخذ احسن زليج والفسيفساء ديالنا؟ رباب اسفي. وهو اسفي؟ لا، الجواب خطا. انا مشيت لاسفي وشفت واحد المنطقه كيصوبوا فاش كنقول الزليج البلدي. فاس. والجواب صحيح عند ايمان، برافو. هذا الزليج البلدي نعم اسيدي درتو في الصالون، درتو في الصالون وجا يا سلام. شنو من بعد كان عندي واحد الحبيقات في الجرده بغيت نديرهم من الفخار. صويره. اسفي 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 اسفي. جواب واحد واخا بلاتي. الجواب الاول ديالك ايمان هو صويره. صويره، اذا الجواب خطا غادي نعطيو لا مار لرباب. اسفي اسفي. والجواب صحيح الفخار. ماشي مشكل، احسن فخار كاين في اسفي. ملي بنيت وساليت بغيت ندير واحد اللمسه شويه حتى هي مغربيه، وبغيت بغيت ندير تدلكت مبرعه يا سلام، وتدلكت بلديه. فين فين تنصحوني اش من صناعيه نجيب؟ ديري لنا مدينه الصناعيه ديال تدلكت. منين؟ منين؟ مراكش. مراكش يا سلام. الجواب صحيح. شحال عندها رباب لحد الان؟ جوج ديال النقط. جوج واحد. نقطه الايمان. شوف ساليت نعم سيدي البني وصبغت وقديت وداك الشيء جا مبرع مغربي يا سلام، وبديت كنصايب شي منيدلات. شي منيدلات. منيدلات. ولي ناب ديال هذا بلاتي بلاتي. وهذوك لي ناب بغيت ندير فيهم واحد الطرز سميتو تعجيره. طرز تعجيره. ايمان. شاون. جواب خطا. نو. طرز تعجيره منين؟ وراه ما بعدتيش. الرباط. الرباط الجواب خطا، نرجع لك. تطوان. تطوان، برافو. تعادل. ايمان. جوج نقاط مقابل جوج نقاط. المهم نعم سيدي. حرام عليك مراد. واسمعوني واسمعوني، لانه هذا السؤال هذا الاخر هذا غادي هو اللي غيحدد لنا شكون هو اللي غادي يفوز، شكون هي اللي غادي تفوز بالنقطه. بنيت الدار وساليت، ايوا سيدي بغيت نكمل ديني. ايوا فاش بغيت نكمل ديني نعم سيدي مشيت كنوجد في الدفوع وبغيت نهدي شي حاجه ديال الفضه تكون مبرعه. منين نشري الفضه؟ تيزنيت. يا سلام. ايوا بالتالي عشنا في ثبات ونبات وخلفنا ولد اولاد وبنات. وايمان كتفوز بهذه الجوله هذه ثلاثه نقاط وكتمنح نقطه للفريق ديالها. برافو عليك رباب، برافو ايمان. وغادي ندوزوا الان لياسين ضد عصام، غادي نشوفوا حتى هما شكون هما شكون هو اللي غادي يفوز بهذه الجوله هذه. كنذكر الان تعادل ما بيناتهم، النقطه الاولى بفضل محسن والنقطه الثانيه بفضل ايمان. مشاهدينا اخر مواجهه في هذه الفقره هذه غادي تجمع ما بين عصام سرحان ضد ياسين الشهاب. غادي نشوفوا شكون فيهم اللي غادي يفوز بهذه النقطه هذه وشكون اللي غادي يمنح النقطه للفريق ديالو. قبيله سيدي حضرتوا معايا البني والتوجاد وداك الشيء، دابا سيدي هز الوليدات وغادي بغيت نتسارى في المغرب ونخدم واحد الراديو عندي في الطوموبيل القديم. هذاك الراديو كنطلق فيه واحد الموسيقى نعم سيدي يا سلام. انا غنطلق لكم شي مقطع اللي يعرف اين اغنيه يغنيها لينا. متفقين؟ يبرك ويغنيها. ياخذ ويغنيها. داكوغ؟ ويغنيها ونشطوا معاه. وحنا شادين الطريق. متفقين؟ يلا. ثلاثة جوج واحد نسمعوا المقطع الأول. ستوب. ياسين هو اللي خدا. محال واش ينساك البال. غنيها لينا. محال واش ينساك البال، محال ينساك البال، محال محال ينساك البال، تنتا وقع الخيال. أنا غادي شاطر. محال ينساك البال،
مازال مازال ما فقدت الآمل ما فقدت الآمل مازال ما فقدت الآمل مازال صفحة صفحة نقطة الأولى لياسين شهاب محال واش يتلك البال صفحة سيدي غادي نعم سيدي وأنا ندير الكلينيوتون درت السينيال نعم سيدي وأنا نقلب كل شيء ومع قلب تقلبت الأغنية نستمعوا عصام 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 هو اللي عنده الحق في الإجابة يلا اللي عزتي فينا عندك الغافل الجواب صحيح برافو يلا تفضل عصام يلا بدأ من الأول يلي عزتي فينا تاخذ بيديك وركاوكلام وتبعث لنا عيبة وحرام وهذاك الغفل بالي بنا بالينا هذاك الغفل وقتاش تلاقينا ليا بالك الغفل خاف علينا راك عزيز علينا عزيز والله العزيز يا سلام نقطة العصام تعادل لحد الآن عرفتي واحد لقيتها كسيريت هو كسيريت مع احترام السرعة القانونية 120 في لوطوروت ما فتهاش وانا ندور الموجة وانا نسمع ايناس 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 تفضل بالك انا قبل منه لا 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 ايناس 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 ميري خداسي خزمة ميري والناور يوفي والناور يوفي والناور يوفي نغاس يجي والنادي تمون ايناس 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 ميري ميري خداسي خزمه يا سلام يا سلام والله يرحم السرويشه جوج نقاط مقابل نقطه واحده قفلتيني في هذه وقفنا في باحه الاستراحه درنا واحد الكاسكروت ارتاحينا شي شويه وفي باحه الاستراحه كنسمع واحد الموسيقى بحال هذه عصام قفت على عيون زهره يلا تفضل لقيت ما بياش بلادي بيا العايله اللي خليت تم تم انا الزوج يا جماعه خبز الله ولادي وكتب كتب يا الطلب ولا عندي في الخوي ما نعطي ما بياش بلادي بيا العايله اللي خليت انا مزوج يا جماعه حب الزين راني متولى يا سلام يا سلام يا سلام المهم وصلت للوجهه ديالي بغيت فقط نقول لكم بانه الحال الان جوج نقاط مقابل جوج نقاط هذه الاغنيه غادي تكون حاسمه هي اللي غتحدد لنا شكون اللي غادي يفوز وصلت لمدينة فاس وغادي غادي غادي توصلت لمولاي يعقوب وانا نسمع لا ولا ضغط لا ضغط سخون برد سخون هي تفضل لا ولكن هو برد خمسة برد سخون يا هوا برد سخون حبيتو في مزور جاتا تصمر اللون تصمر اللون هوا يا هوا هاد النار طيام جدا بعدا بلاتين والف بعدا خلي شواقي مرات حمى ومرات هب علينا سما ولا سهرتي بالليل يجوب بنهاري برحمة ولا سهرتي بالليل يجوب بنهاري برحمة مشاهدينا نهاية هذه الجولة الثالثة اللي جمعت ما بين ياسين الشهاب وعصام سرحان واللي فاز بها ومنح الفريق ديالو نقطة إضافية هو ياسين برافو ياسين برافو عليك عصام إذا غادي نمشيو ونشوفوا الترتيب تفضلوا خذوا الأماكن ديالكم غادي نشوفوا الترتيب وغادي نلقاو الفريق الأول والثاني متعادلين 6 نقاط لكل فريق وبالتالي فرصة تدارك الموقف
يعني ما كايناش 6 مقابل 6، ولكن غادي نديرو بحال كيف درنا في الاول، غادي نختاروا شكون هو اللي غادي تكون عنده فرصه باش يربح نقطه ويقلب الترتيب ويولي هو في الصداره. دونك قبيله واش تحافظوا على نفس الاختيارات ولا نفس الاختيارات؟ وهذا الفريق هو اللي غادي يكون من نصيبه انه هو يبحث على نقطه ديال التاهل. كل مشارك اللي غادي تعطيونا باش يقوم بهذا التحدي هذا ونشرح لكم التحدي. عصام يلا تصفقت على عصام. عصام عنده فرصه مشاهدينا باش يربح نقطه وغيهديها للفريق ديالو الا قام بهذا التحدي ولا قنع الجمهور اللي حاضر معنا، لانه هو اللجنه ديال التحكيم في التحدي هذا. غادي يكون مطلوب منك في التحدي باش تخرج من الكومفورت زون، يعني تغني شي حاجه اللي ماشي في اللون ديالك. حياتي بلا بيك بينا. واخا ممكن نغني الرايه. نغني الرايه حتى هو ماشي اللون ديال عصام فعلا. يلا يلا. يا حاجة بيزار ماشي نورمال، حياتي بلا بقا. يا صحابي وجيراني وفاميلتي بريسك يعرفوا هاي، دخلتها قلبي وسكنتها داري وسميتها المدام. يا والله نتي نعطيها اسمي ندير معاها داي. حياتي بلا بيك غبيرة، العيشة مرة ميزيرية، تقول ربي خلقك غير انتيا غير انتيا غير انتيا، بريزيتيني ملي مشيتي عليا وحنا انتك مازالها فيا. بركة. يا سلام عصام. هاد النقطة ماشي بيدية، هاد النقطة بيد الجمهور اللي حاضر معنا، التصويت ديالهم هما اللي غادي نشوفوا واش قنعتيهم ولا لا. ماشي بيديا. يلا جمهور تفضلوا لافتات. هنا كنشوف تاك تاك واحد جوج ثلاثة، أغلبية هنا خضر والأغلبية هنا خضر، وبالتالي النقطة ديال هذا التحدي من نصيب عصام. برافو عليك عصام، تفضل أنت معانا. أنت تبارك الله عليكم. مشاهدينا بفضل التحدي اللي قام به عصام منح الفريق ديالو نقطه والترتيب تغير. كنلقاو الفريق الاول بسبعه ديال النقاط والفريق الثاني بسته ديال النقاط. جا الان الوقت اللي غادي ندوزو فيه لاخر فقره في هذا البرنامج بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا معكم من بعد هذه الوقفه القصيره. كنذكر فقط بانه الفريق الاول هو اللي متزعم الترتيب بسبعه ديال النقاط والفريق الثاني عنده سته ديال النقاط. جا الان الوقت اللي غادي ندوزوا فيه الفقره الاخيره في هذا البرنامج، فقره الاسئله على مناطق سياحيه في المغرب. غادي نشوفوا شكون هو الفريق اللي غادي يتميز وشكون هو الفريق اللي غيفوز بهذه الحلقه هذه. واجدين؟ ونمشيو نشوفوا السؤال الاول. في المنتزه الوطني تلسمطان كاين واد القنار اللي كيتعتبر وجهه سياحيه ممتازه خاصه في فصل الصيف. السؤال كيقول في اين بلاصه ولا اين منطقه كاين واد القنار؟ اربعه الاختيارات، واش تطوان، شاون، الحسيمه ولا الناظور؟ ثلاثه جوج واحد، ينطلق العداد. واد القنار في منتزه تلسمطان فين كاين؟ في اين منطقه؟ واش منطقه تطوان، شاون، الحسيمه ولا الناظور؟ الجمهور راه كيعاون الفريق بعدا مزيان. انتهى العداد. الجواب عندكم بجوج صحيح، شاون هو الجواب الصحيح. برافو عليكم. واد القنار في اقليم شاون محطه رائعه للناس اللي عزيز عليهم المناطق الجبليه والوديان، كيتميز بمسارات وسط مضايق جبليه غايه في الروعه. طبيعه يا سلام، انتم كتشوفوا الصور، السيركوي كله مغامره حيت الطريق كامله وسط من الماء، وضروري تعولوا على العومان. زعما الا غتمشيو ديروا السيركوي تما في واد القنار ضروري غدوزوا في ضايات، غادي فوالا خصكم تدوزوا في الماء، حيت واد القنار فيه مسابح طبيعيه صافيه، وعلى طول الواد غادي تلقاو فين تفطروا وتغداو، وكاين اللي كيوفر حتى المبيت في خيام فين تقدروا تدوزوا الليل الا بغيتوا. زعما بلاصه شوف كنصحكم تمشيو ليها، وكيف ما قلت خاصه في فصل الصيف حتى هي كتكون منطقه جميله وكتلقى اقبال كبير. شكون اللي تشهى يمشي لواد القنار دابا؟ انا شاون. انا واحد شاون فعلا.
في النواحي ديال الشاول. بلا الشاول ما غاتمشيش لمراكش غاتمشي. لا غنقلب الوجه دابا من تما غادي يقلب. يلا نمشيو للسؤال الموالي. منطقة تافوغالت نواحي بركان معروفة بواحد الوادي مشهور بجنانات ديال المزاح. سؤال سهل، شنو سميت هاد الوادي؟ أربعة الاختيارات: واد المزاح، وادي زعبل، وادي زقزل، ولا وادي بني زناسن. ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد. وإلا ديتو عليا ما تسمعوش الجمهور. واللي عنده النمره ديال رضوان الرمضاني عيط ليه. هو اللي من تما. تحيه ليه. تحيه لرضوان. منطقه تافوغالت جميله جدا. شوف انتهى العداد. واخا قلت لكم ما تسمعوش الجمهور درتوا داك الشيء اللي في راسكم وسمعتوا الجمهور والجمهور عطاكم الجواب خطا. بجوجكم درتوا وادي يزناسن ولكن الجواب الصحيح هنا هو واد زقزل. 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 واد زقزل كاين وسط بني يزناسن. لافالي زقزل معروفه بانتاجها الفاكهه المزاح من النوع الممتاز. هو جزء من محميه بني يزناسن الغنيه بفضل التنوع الايكولوجي ديالها، مجهزه بمسارات المشي مناسبه للكبار والصغار وسط الغابات اللي كتعتبر موطن العديد من الاشجار المعمره والحيوانات المحميه بحال ماعز الاروي. واحسن حاجه باش تبداو نهاركم هي تزوروا، كاين واحد المركز ديال الارشاد تما اللي يقدر يعطيكم كاع المعلومات اللي غادي تحتاجوهم باش دوزوا نهاركم باريحيه زوينه وكبيره وجميله في تافوغالت. منطقه رائعه مازال فلت ليا انا شخصيا من شحال هذه وانا باغي نمشي لها. منطقه تافوغالت. فوالا دونك غادي نمشيو الان للسؤال الموالي. السؤال الموالي غادي يدينا هذه المره الاطلس المتوسط فين كتواجد العديد من البحيرات اللي كتعتبر خزان مهم من المياه من مصادر مختلفه واللي كنلاحظوا في تسميه العديد منها كاينه كلمه اكلمام بحال اكلمام ازكزه اكلمام سيدي علي واكلمام النفني. السؤال كيقول شنو معنيت كلمه اكلمام؟ واش البحيره، واش العين الحلوه، واش دايه الخير، ولا دايه الارز؟ ثلاثه جوج واحد ينطلق العداد. معنى كلمة أقلمام واش البحيرة، العين الحلوة، ضاية الخير، ولا ضاية الأرز؟ غادي نشوفوا الأجوبة وعندي اختلاف في الأجوبة. فريق عنده الجواب صحيح وفريق عنده الجواب خطأ. الفريق الأول عندكم الجواب خطأ. والفريق الثاني عندكم الجواب صحيح. برافو عليكم. معنى كلمة أقلمام هو البحيرة. البحيرة مشاهدينا كان هو الجواب صحيح. ما عرفتش واش أنتم جاوبتوا نفس الجواب ولا لا. يلا نقول لك علاش انا هي البحيره انا سمعتها ولكن ما متاكدش من الجواب ولكن اللي زاد خلاني انني انا والاخوان تشاورنا ورصينا على الجواب وانه اصلا الكلمه كلمه واحده اقلمام اقلمام اكيد المعنى ديالها غيكون كلمه واحده يعني بحيره ازكزه. بحيره ازكزه تحليل زوين ومكنكم انكم ومنطقي ومكنكم انكم تربحوا هذه النقطه. شنو المراد علاش دار؟ لا لا مراد علاش انت ما درتيش علاش دار العين الحلوه؟ حيت ماشي مشكل ماشي مشكل. يلا باش نعطيكم معلومات اخرى. العديد من البحيرات الاطلس المتوسط كتكون وسط غابات الارز والبلوط. بحيره ويوان على سبيل المثال مثلا كتواجد على بعد 15 كيلومتر من عيون ام الربيع و22 كيلومتر من عين اللوح وهي موطن العديد من الطيور ومكان ممتاز ومثالي لقضاء عطله نهايه الاسبوع مع العائله اما بواحد من ليجيت اللي كاينين ولا اون كومبينغ على ضفاف البحيره بالاضافه لانشطه بحال الصيد بالقصبه ولا دويره بالبيدالو. هاد البحيرات كتكون فيهم حتى واحد الطبيعه خلابه واعره. وبحيره أقلمام أزكزة كيتنظم فيها واحد المسابقه ديال الايس سويم يعني السباحه في المياه البارده اللي كينظمها البطل حسن بركه واللي كتلقى تطور كبير ونجاح واقبال كبير كيجيو ليها المشاركين وليزاتليت من العالم. مياه بارده كتكون درجه الحراره اقل من كنظن 5 درجه
وكيعوموا مده كيعوموا واحد 1000 متر ولا على حسب المسافه. ومؤخرا كانوا داروا واحد المسبح تما. الا بغيتوا تعيشوا هذه التجربه هي تجربه رائعه رياضيه ممكن انكم تعيشوها في اقلمام ازقزا. فوالا غادي نمشيو للسؤال الرابع مشاهدينا. الان السؤال الرابع غادي يدينا ياسين شاف الصور ويقول واو فعلا صور واعره بزاف وهذا هو المغرب ديالنا. يا سلام. مضايق تدغى بمدينه تنغير من عجائب الطبيعه في بلادنا ومعروفه بواحد اللقب. السؤال كيقول شنو هو لقب مضايق تدغى؟ اربعه الاختيارات. واش قلب الاطلس، فم الاطلس، عرق الصحراء، ولا واحه العز؟ ثلاثه جوج واحد ينطلق العداد. شنو هو لقب مضايق تدغى؟ واش قلب الاطلس، فم الاطلس، عرق الصحراء، ولا واحه العز؟ انتهى العداد. الفريق الثاني تمكن انه يجاوب، والفريق الاول شنو الجواب اللي درتو؟ قلنا جاب رقم واحد قلب الاطلس. قلب الاطلس. الفريق الثاني تانتوما درتو قلب الاطلس. قلب الاطلس. قلب اسد الاطلس. قلب الاطلس. بجوجكم جاوبتوا قلب الاطلس والجواب عندكم بجوج خطا. والجواب الصحيح مشاهدينا هو فم الاطلس. وانا غادي نقول لكم علاش. مضايق تدغى تسمت بفم الاطلس لانها كتعتبر بدايه لسلسله جبال الاطلس الكبير من الجانب ديال الصحراء. داكشي علاش تسمات بفم الاطلس. كيمر منها واد واحد تنغير اللي خلى المنطقه سبحان الله العظيم كتبقى خضراء العام كامل طيله الفصول الاربعه، وهي مكان زعما مثالي لعشاق المشي وسط الطبيعه. وممارسه انشطه ديال التسلق في مسارات مجهزه مقاده، مسارات اللي مقادين بحال مسارات لا فيا فيراتا اللي لقات اقبال كبير خاصه في السنوات الاخيره. كانت هذه المعلومه الخاصه بمضايق تدغى. وفي تدغى كاين محلات ومطاعم لكل الاذواق، وبالنسبه الى بغيتوا تباتوا كاين كذلك فين تباتوا، يعني كاين دور الضيافه، كاين المخيمات، وحتى في الديور البلديه يعني حتى الا مشيتوا عند الناس. وهذا نوع من السياحه التضامنيه اللي الصراحه خصنا نتشجعوها. نمشيو لمراكش حنايا عاوتاني انا وياك، نمشيو لهذه البلاصه. قلت لي عاود الشاكوش تاني وسير تدغى. هذا تجسيد الكرم المغاربه فعلا. لما كتمشي في الاطلس الكبير ولا الصغير ولا المتوسط كيستقبلوك المغاربه بحفاوه. فعلا. ولكن الناس ديال المنطقه معروف عليهم كيف ما قالت ايمان، خاصه المنطقه ديال تنغير معروف عليهم بالترحاب. وكيف ما قلت هذا نوع من السياحه التضامنيه، لان السياحه اللي كتعاون المنطقه اللي كنمشيو لها باش تبقى وباش تروج وباش تحافظ على داكشي ديالها. يعني الا تحت لكم الفرصه سيروا لي زوتيل مزيان، ولكن الا بغيتوا تعيشوا الحياه الحقيقيه سيروا عند الناس اللي عايشين تما. كاينين الناس اللي حالين ديورهم تقدروا تباتوا عندهم ويطيبوا لكم وتشريوا من عندهم حتى منتوجات محليه اصليه غادي تجيبوها معكم. يا سلام. فوالا غادي نمشيو الان لاخر سؤال في هذه الفقره وفي البرنامج، ومن بعد غادي نشوفوا شكون الفريق اللي فاز بهذه الحلقه هذه. نمشيو للسؤال الخامس. لا فالي انرجي كتميز بطبيعه خلابه كتجمع بين الجبال ومزارع انرجي اللي معروفه بواحد النوع من الاشجار. السؤال كيقول اشمن نوع ديال الاشجار كاين في لافالي انرجي؟ واش القرقاع، البرقوق، الليمون، ولا التوت؟ ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد. اشمن نوع ديال الاشجار كاين في لافالي ديال انرجي؟ واش القرقع، اشجار البرقوق، الليمون، ولا التوت؟ انتهى العداد. وكنسمع البوريقي كيقول البرقوق. البوريقي كيقول البرقوق. ولكن هذا هو الجواب اللي جاوبته. لا ماشي هو الجواب اللي جاوبته. لا قلت لي راه بينوا البرقوق، يعني خصك تفكر شويه قبل ما تجاوب. هما بينوا البرقوق. تأكد مع البرقوق مورا. انتوما جاوبتوا القرقع. القرقع معلوم. وهما بينوا البرقوق على حسب البوريقي.
وانتم جاوبتوا البرقوق. لا راجي انا مشت واش قال لي مشت. اذا هما جاوبوا سميتو. دابا انا اللي بغيت نعرف مشاهدينا هو البوريقي فين بان ليه البرقوق، حيت انا ما بانش ليا البرقوق كاع. البوريقي فيه الجوع. بانت لك شي برقوقه كارمه. لا لا شي برقوق. الجواب عند الفريق الاول لحوت الحظ ما داوهاش على البوريقي. الجواب عندهم صحيح. والجواب الصحيح هو القرقاع مشاهدينا. انا كنت عارف ايه انت اللي قلت ديتش عليك طاح عليا البرقوق. فضل الواد اللي كيمر من وسط لافالي ديال الانرجي، مزارع كثيره كتنتج القرقاع اللي كيتباع محليا في سوق خميس انرجي الاسبوعي. كاين واحد السوق تما كل خميس كيتنظم سوق اسبوعي كيتباع فيه القرقاع ديال المنطقه. المنطقه بعيده على بني ملال بحوالي 95 كيلومتر ومناسبه لعشاق السياحه التضامنيه اللي عدوينا عليها، فين تقدروا تزوروا الساكنه وتتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم الامازيغيه. وادي انرجي تقدروا تكتشفوه بالمشي ولا بالبيكالا ولا حتى بالطوموبيل باش توصلوا لبعض المناظر الطبيعيه والقمم الجبليه مع المرشدين السياحيين ولاد البلاد. منطقة جميلة هي تستحق الزيارة والاستكشاف. تبارك الله عليكم، دوزنا معكم حلقة رائعة، اكتشفنا بزاف ديال البلايص ومناطق زوينة في المغرب ديالنا. سولتكم في الأول باقي ما بديناش الحلقة فين تبغيو تمشي، وكل واحد قال لي الوجهة المفضلة ديالو. دابا من بعد الحلقة شنو هما البلايص اللي شفتوهم وتبغيو تمشيو ليهم؟ مراد نمشي نجيب برقوق. انا غنمشي انا وياه نجيبو البرقوق. لا فالي ديال الانرجي ياك. انا باغي نمشي. لا لا شوف كاع هادشي اللي شفتو. لان المغرب مازال فيه بزاف د البلايص ما شفناهمش. لا نجاوبك بالضحك زعما، ولكن فريمون هاد المناطق كاملين انا ما نكرهش نمشي نشوف هادشي، حيت انا كانت عندي تجربه وحده في قصبه اي تحدو. وعجبتني هذيك المنطقه وقلت خاصني ضروري، حيت حنا غالبا كنمشيو نسافروا للعمل. فعلا. وبعض المرات كتاخذ داك الخدمه وكتخرج منها شويه ديال الوقت باش تكتشف. باش تقدر تشوف شويه. ولكن كفكره انك تمشي تكتشف فريمون، حنا دابا حسينا بحب البلاد اكثر، لانك كتشوف شي حوايج ما كتشوفهمش وانت يا فعلا. ما غاديش تف بالك. كنزيدوا نعرفوا قيمه بلادنا. كنزيدوا نحبوا بلادنا اكثر. هذا هو تحيه لكم على هذا البرنامج. الله يحفظك. وشكرا على هذه المعلومات اللي هذا واجبه مراد. شكرا ايمان. فين تبغي تمشي؟ هنا قلتي لي تبغي تمشي لكل شيء، ولكن الا طلبت منك تختاري منطقه دوزناها في البرنامج، شنو هي الحاجه اللي بقيتي عاقله عليها وبغيتي تمشي لها البلاصه؟ انا باغا نمشي للشفشاون. شفشاون كنت مشيت لها شحال هادي مي باغا نرجع لها. وتنغير. تنغير اييه. المدايق ديال المناطق باغا نديرهم. اييه منطقه جميله. وطبعا الى تحت لي الفرصه نمشي للمغرب كله نشوف واش بر زعما. هذا هو لوبجيكتيف ديالي ان شاء الله. ان شاء الله. عصام فعلا كيف ما قالوا الاصدقاء ديالي، صراحه حنايا اليوم اكتشفنا معكم بزاف د الحوايج اللي حنا كيف ما قال مراد كنمشيو بزاف ديال الدول وكنشوفوا بزاف د المناظر، ولكن اليوم تفاجئنا انه شفنا شي مناظر اللي صراحه ما شاء الله بلدنا جميله بواحد الشكل كبير بزاف. الحمد لله. وانا شخصيا ما كرهتش نمشي كلشي كيف ما قالت ايمان، ما كرهتش زعما ندير شويه هنا شويه هنا شويه هنا. دويره في المغرب كامل. مناظر كتستاهل اننا نمشيو لها صراحه. فعلا فعلا. واسفي بالطبع مراد ما يتقلقناش. يا سلام. اييه. ياسين. انا شوف صراحه عجبني هذه المناظر، واللي استثنائي هنايا هو ان ملي كتزور واحد المنطقه كتعني لك شي حاجه. ممكن نمشيو شي بلاد اخرى ولا نمشيو شي دوله واحده اخرى، ولكن بلادنا كتعني لنا شي حاجه، عندنا واحد الارتباط به. فهمتيني؟ كتحس براسك بان هذاك جزء منك كتعرف عليك بحال شي واحد من العائله بعيد عليك، وكتعاود تشوفو كتكتشف بان والله عمرها دار وكتشوف. شبيه زوين هذا يا سيدي. والله لا. والحاجه اللي عجبتني هي فم الاطلس. أيه تين غير فما كرهتش نمشي لهذيك المنطقه لان بهراتني بهذيك العظمه ديال الله سبحانه وتعالى. مضايق ديال تودغا فعلا. صح. فعلا. رباب. انا هشام كنقول لك تبارك الله عليك انك تشجع السياحه الداخليه، لان احنا مغاربه باقيين ما عارفينش بزاف المناطق. صح. اللي جميله وجنه في ارضنا. انا بغيت نمشي نجرب ديك البروده ديال المياه ديال اكلمام ازقزه. ديال حمام ازقزه. اكلمام ازقزه. اكلمام في الاطلس. اييه رائع جدا. تجربه زوينه. تجربه زوينه. يعني كتحس انك دخلتي لاعماق الارض. فعلا هذيك البروده ديالها طبيعيه. فعلا. محسن من غير بني مسكين فين تبغي تمشي؟ صراحه توحشت المنطقه ديالنا، خصني نمشي لها. الا مشيتي هذه المره ديني معك. مرحبا بك. صافي والله العظيم. شو ناكلوا بركوكش و اه
بركوكش ديالنا لا يعلى عليه. بركوكش ديال بني مسكين. اه لا يعلى عليه. مناش كيتكون عطينا الوصفه بركوكش. بركوكش كيكون هو تقريبا كيشبه البركوكش اللي كيعرفوه الناس ولكن هنا كيتميز كيديروا فيه الزبده بزاف. اه الزبده البلديه. بلديه بزاف اللي كتكون من زي الله يلاه 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 مصوبه. مصوبه منخوضه يلاه منخوضه. شكوى منخوضه. شكوى داك ديال الحليب ديال داك الصباح كدار فوق منه فوق من داك سوا كيطيب الحليب. فلوكل كدير فوق منه ديك الكويرات الزبده كتبقى دو يا فيه. سلام كابوتشينو بلدي هو الاول في الفطور. اه يا سلام يا سلام. هو المنطقه اللي نبغي نزور فعلا تذكرتي انا المناطق كلها اللي شفناها تبارك الله رائعه جدا ولا سنحت لنا فرصه نقدروا نزوروا جميع المناطق. كنبغي نكتشف واحد المنطقه اللي مهمه كنت كنسمع عليها بزاف هي منطقة ديال تفوغالت. اه فعلا. لأنه هذيك المنطقة جات في الجهة الشرقية اللي معروفة بالسخونة ديالها، معروفة بأنها منطقة ربما ماشي بالصحراوية ولكن هذيك منطقة مميزة تما لأنها تفوغالت طبيعة خلابة. طبيعة خلابة فيها الجبال فعلا الجبال ومرتفعات فيها فيها الغابات فيها الماء فيها يعني وفيها محمية طبيعية صراحة. أنا كنعشق المحمية الطبيعية كنبغي نمشي نزورهم باش نكتشف التنوع البيولوجي اللي كاين اللي كتميز به ديك المنطقة ولكن ديك المنطقة بالضبط فيها واحد التنوع البيولوجي خاص جدا وبغينا نمشي نكتشفوا إن شاء الله. تفوغالت فعلا منطقة جميلة. إيمان اسمح لي ماشي حيت أنا مغربية ولكن بصح بصح أجمل أكل أجمل بلد أجمل جو هو المغرب. فعلا وهذه بلاد المغرب وكنحمد الله ونشكروه عليها. مشاهدينا وصلنا نهاية ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم ديال نكتشفوا بلادنا. نتمنى تكون عجبتكم وتكونوا دوزتوا معنا وقيتها زوينة. شكرا للنجوم ديالي هذه الليلة. شكرا عصام سرحان. شكرا إيمان. شكرا مراد. شكرا ياسين. شكرا رباب. شكرا محسن. قبل ما نودعكم غنذكركم فقط بالترتيب ولو أننا كلنا فائزين. وعلاش الإحراج؟ وعلاش الإحراج مادام أننا كلنا فائزين فقط باش نحترموا قانون ديال الحلقة. الفريق اللي فاز في هذه الحلقة بتسعود ديال النقاط هو الفريق الأول والفريق الثاني مرة مباشرة الفريق نقطة واحدة بثمانية ديال النقاط. نتمنى مشاهدينا هذه الحلقة تكون عجبتكم. نتمنى تنتوما تكونوا شاركتوا معنا واختبرتوا المعلومات ديالكم على المغرب. غادي نتلقى بكم إن شاء الله مع ضيوف واحدين أخرين في برنامج نكتشفوا بلادنا على نفس القناة. بسلام عليكم.